ايه يا ولد كل الخبط ده مش سامع؟ ايه ده يا ولد ماما بتشرب سجاير يا ولد؟ لا يا ماما دي ده 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 ايه ينفع اتكلم بتشرب سجاير؟ ليه يا ماما وبعدين حضرتك دخلت ليه فجأة كده؟ حضرتك معوداني انك بتخبطي قبل ما تدخلي. لا انا مش قادرة اصدق، مش قادرة اتصور شاب رياضي زيك وبطل في التنس ويشرب سجاير. يا ماما ما تكبريش الحكاية. يعني ايه ما تكبرش الحكاية؟ انت اتجننت؟ كمان اتجننت. انت يا ولد بتقول ايه؟ ما تبصلي عادل. يا ماما دي كانت سيجارة ما فيهاش حاجة، يعني كنت بجرب. ما هي اي غلطة في الدنيا بتبتدي غلطة صغيرة وبعدين بتكبر وبتكبر وبتكبر. ما تكبريش الحكاية يا ماما. يعني ايه ما تكبرهاش؟ اسمع يا ماما، انا يا ابني هعمل نفسي ان انا ما شفتكش، ها؟ ومش هقول لابوك اي حاجة، مش هجيب سيرة لاي حد، بس انت توعيني اللي انا شفته بعناية ده ما يتكررش تاني، ماشي؟ فين علبة السجاير؟ ما معيش. شربتها كلها؟ لا يا ماما، دي كانت سيجارة واحد صاحب الدهاني عشان اجرب. حلو قوي، وصاحبك ده ادالك السيجارة ليه؟ ها؟ كان حاطط لك ايه في السيجارة؟ هيكون كان حاطط لي ايه يا ماما؟ مش معقول. اهو اي هباب، اي نيلة من اللي بنسمع عنها دي. اسمع يا ماما، انت لازم تقطع علاقتك بصاحبك ده، والا انا هوديه في داهية هو وعيلته كلها. في ايه يا ماما؟ معقولة كل ده عشان خاطر سيجارة؟ ايوه، عشان خاطر الزفتة السيجارة دي اللي ممكن تجرجرك لحاجات كتير اكبر من كده. اوعى عقلك يقولك يا نور ان انا هسيبك تتصرف زي ما انت عايز لمجرد انك كبرت. بقول لحضرتك ايه، مش معقول علشان اخو حضرتك مات من جرعه مخدرات يبقى حد عايشينه في رعب من كل حد يعرفني. خالك اللي انت بتتكلم عنه ده انا اللي كنت مربيه، عمره ما اتصرف غلط، عمره ما شرب سيجاره لحد ما اتلموا عليه اصدقاء السوء، حسوا انه صيده ممكن ياخدوا منه كل اللي هم عايزينه، علموه السجاير وعلموه كل حاجه وحشه ممكن تتصورها. ولما انا عرفت كان بقى مدمن وفي مرحله متاخره قوي، ولما واجهته وفكرت اني اعالجه كان الوقت فات. مات. ما هو يا ماما بصراحه انا ما اقدرش اتحمل غلطه خالي دي طول حياتي. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايه؟ مش ناوي تيجي تغيري لي الجو في الغردقة شوية؟ آجي. بس لما تبقى تخلص القرية السياحية ولا آجي أقعد مع العمال. يا روح قلبي الغردقة مليانة قرى سياحية على أعلى مستوى. عارفة يا حبيبي. بس برضو لما أجي في القرية اللي بناها ابني بيتهيألي يبقى أحسن. في دي عندك حق. إيه مالك؟ في حاجة مضايقاكي؟ حاجة مضايقاني؟ قول ايه اللي مش مضايقني؟ لا ما تخافش، مش هكلمك عن بابا، لأن إهماله ليا والمشاعر بقى شيء طبيعي خلاص، وأنا المفروض عليا إني أستحمل وأسكت. أنا ما قلتش كده. عموما مش ده موضوعنا. يبقى نور مضايقك، أكيد نور مضايقك. مضايقني وبس. أنا فكرت أكلمك في الموبايل
واقول لك سيب شغلك في الغردقه وتعالى الحقني. شوف العمايل اللي بيعملها اخوك. مال نور عمل ايه؟ دخلت عليه الاوضه لقيته بيشرب سجاير. معقوله؟ وعملت ايه؟ حاولت اتناقش معاه، البيه معترض، بيقول لي مش معنى ان اخوكي مات من الادمان انك تعيشيني في رعب. افتكر ان عندي حق في الكلام اللي انا قلته يا ماما، وبعدين حضرتك بقى يا ريت تنسى الموضوع ده خالص، لانه صراحه حاجه تكسب ولازم نشيلها من حياتنا خالص. رأي يا نور، ازاي تسمح لنفسك تكلم ماما بالشكل ده؟ اعمل لي بقى فيها دور الواعظ والكبير مش كده؟ اسلوبك الغريب في الكلام ده بيخليني احس كل يوم انك بتتغير، بس للاسف للاسوء، ولازم احط حد للموضوع ده. يا ريت يكون بيني وبينك يا ماما. نادر اخوك الكبير ولما بيشوفك بتغلط من حقه انه ينبهك. بس انا بقى ما بقتش صغير، وانا عمري ما عشت معاك دور الاخ الكبير ولا الواعظ زي ما سيادتك بتقول، بس ممكن اعمل كده كويس لما اشوفك بتتجاوز حدودك. يا اخي يا اخي يا اخي انا مش ذنبي اني اخوك الصغير، وانا قدري ان اخوك الكبير، ولما اشوفك بتعمل حاجه غلط لازم انبهك ليها، واول الغلط ده انك تكلم مامتك بالاسلوب ده. ياه، وحضرتك بقى جاي من الغردقه مخصوص عشان تقول لي الكلمتين دول؟ السبب اللي خلاني اجي من الغردقه ده ما يخصكش، واموري كمان ما تخصكش. اسكت خالص، اوعى تعلي صوتك على اخوك، فاهم؟ هو كمان يا ماما لازم يلزم حدوده ويعرف ان انا ما بقتش صغير. لا، انت عيل صغير وما تعرفش حتى تتحمل مسؤوليه نفسك. اتفضل اطلع على اوضتك. معلش ما تزعليش نفسك. صعب صعب قوي يا نادر اني اتحمل المسؤوليه لوحدي. معلش. صعب. كل حاجه هتتصرف. ما عملت ايه؟ قول لي انت الاول، عملت ايه مع الست امونه؟ كل خير. وصلتي اللي اسمه عز ده؟ وصلته بنفسي عشان تطمن. والرجاله اللي كانوا معاكي؟ كل واحد فيهم عارف دوره كويس. على فكره انا جالي 5 فاكسات من لندن مهمين قوي. طب بصي بقى، احنا نتعشى الاول وبعدين نقعد في المكتب قدام الكمبيوتر ونكمل كلامنا. اوكي. ومع ذلك جاي تكملي شغلك ده؟ احنا لو اشتغلنا 24 ساعه على 24 ساعه يا دوبك نلحق طياره لندن. سريع. الله، انت جيت امتى من غير ده؟ يا دوب من الساعه ونص. طب وما قلتليش ليه انك انت هسيب الموقع؟ تليفون حضرتك طول النهار كان خارج الخدمه. طب وطول الليل؟ يا بابا ما انا قلت اني اكيد هلاقيك لما ارجع، وبعدين انا مش بكلمك امبارح وقايل لك ان كل شغل ماشي كويس. كويس ازاي اذا كان لغايه النهارده ما كناش عارفين راسنا من رجلينا مع البنك؟ هو حضرتك مش قلت لي قبل كده ان موضوع البنك ده خاص بيك انت لوحدك؟ انا بالنسبه لي خلصت كل الرسومات مع المهندسين وجاهزين على التنفيذ. طب انت ممكن تبتدي امتى؟ افهم من كده ان حضرتك فعلا خلصت موضوع البنك؟ ايوه خلصت. انا لازم افهم الاول، البنك هيدخل معانا شريك ولا هياخد نسبه على الكارد وبس؟ هنبقى نتكلم في الموضوع ده بكره. شوف انا اسف يا مدام دينا، انا بابا ما ادانيش فرصه ان اسلم عليك. عادي. هي مامتك فين؟ ماما بتعتذر لكم الاثنين وبتقول انها هتنام. هتنام؟ هتنام ازاي؟ ده انا لسه مكلمها في التليفون. أنا مش قلت لحضرتك إن الوقت متأخر، أنا كده فعلا محرجة. محرجة إيه وقت متأخر إيه؟ الشغل المهم يتم في أي وقت في أي مكان، المهم إن هو يتم، مش كفاية المصيبة اللي وقعت على دماغي النهاردة؟ وصل مدام دي يا حاضر. والله يوفقك. معرفش. اللي انت بتعمليه ده؟ والله ده ابسط تعبير عن اعتراضي لوجود واحده زي دي في بيتي الساعه 3 الفجر. ايه 3 الفجر وبيتك؟ ايه الكلام الغريب ده؟ هي دي اي حد؟ انا عارفه انها مش اي حد، عارفه انها مديره العلاقات العامه لمجموعه شركات، زائد انها دراعك اليمين في كل حاجه، بس ده برضه ما يديهاش الحق انها تدخل بيتي الساعه 3 الفجر.
لا ده انت بقيتي غريبه جدا. من فضلك يا ادهم سيبني دلوقتي عشان انا تعبانه وعايزه انام. وانا كمان جاي اعصابي تعبانه وما عنديش وقت للمحاضرات الخايبه بتاعتك دي. والله اذا كانت بالنسبه لك خايبه بالنسبه لي انا لا. وما اعترضتيش ليه؟ ده انا بكلمك وانا جايه في السكه مرتين. انت حر اتكلم زي ما انت عايز وانا كمان حر اقول رايي زي ما انا عايزه. وافتكر انها فهمت كويس ان انا مش سعيده لوجودها حتى لو كان شغلها معاك هيكسبك الملايين. فعلا شغلها اللي هي جايه عشانه هنا هيكسبني الملايين ولازم اخلصها لما اسافر لندن. قصدك ميعاد سفركم للندن؟ شيء طبيعي انها تكون معايا لانها ماشيه لك شغلك في مصر وماشيه لك شغلك بره مصر. خلاص يا ادهم حفظت كل ردودك. انا مضطر اني كلامي معاكي دلوقتي لان عندي شغل مهم جدا، لكن لما ارجع من السفر هبقى اشوف اخر المواضيع دي ايه. انا عايز تبدا تشتغل. طب كويس اسمع شوف مين مش شغالين صحي وخليه يجي لي المكتب. لو عشان العشاء العشاء جاهز على السفره برضه. عشاء ايه بقى؟ خليهم يجيبوا لنا شويه سندوتشات في المكتب. لا تشوف بقى. الانسان فعلا لازم يدرس عشان بعد كده ياخد باله من اللي بيعمله. ما تضايقيش نفسك اعتبريه موقف وعدى. انت بتتكلم عن ايه؟ عن اللي عملته دلال دلوقتي. وانا بتكلم عن المصايب اللي احنا حطينا على الكمبيوتر كده وبكل بساطه. امال هنحط اسرار شغلنا فين؟ على الكمبيوتر برضه. ازاي؟ اللي بيشتغل زينا كده يا ادهم لازم يتعلم من اخطائه. اللي حصلك النهارده ده خلاني طول ما انا جايه في السكه عماله افكر. مش لازم نحط كل كبيرة وصغيرة على الكمبيوتر. ما ينفعش. لأن طبيعة شغلنا ده ما ينفعش ليه غير إن إحنا كل حاجة تبقى قدامنا. وإحنا بنتفق، وإحنا بنبعت الفاكسات، وإحنا بنتكلم، ده حتى. أخش. خش. سيب لي الحاجة. بقالك فترة طويلة بتصادر رأيي ومن غير ما تسمعه للآخر. اتفضلي. لما قلت إن إحنا مش لازم نكتب كل صغيرة وكبيرة على الكمبيوتر كنت لازم تاخد بالك كويس من كلامي. أنا عايز أكتب كل المعلومات بتاعتنا على الكمبيوتر برموز مشفرة عشان لو اتسرقت من أي حد عادي أو من أي حد بيفهم في شغلنا يبلها ويشرب ميتها زي ما بيقولوا. دي فكرة كويسة فعلا، احنا زي ما فكرناش فيها. مش بقول لك الانسان لازم يتقرص عشان يتعلم من اخطائه. طب اسمعي احنا نخلص الصفقة بتاعتنا دي وبعد ما نرجع نعمل الرموز اللي بتقولي عليها. بالعكس يا ادهم احنا لازم نجرب الاسلوب ده وفي الصفقة دي بالذات. مفيش وقت وانت عارفة. ما تقلقش هنلحق. اشك على مسؤوليتي. الصفقة المرة دي كبيرة قوي بزي كل مرة يا ادهم. احنا هنحتاج الديسك معانا في لندن واللي بقوله ده هو الطريقة الوحيدة اللي هتخلينا مطمنين، خصوصا ان اجهزة الامن مفتحة قوي دلوقتي. اوكي اللي تشوفيه. خلاص كل واحد فينا يقعد يفكر مع نفسه من هنا لبكره ولحد ما نتقابل في المكتب حتى لو اشتغلنا ال 24 ساعة. أنا مش قلتلك إن شغل الصفقات بتاعتنا دي هتكون هنا؟ لأن الشركة مهما كانت مش هتكون أمان زي هنا. يبقى توفر عنصر الأمان هناك أكتر عشان المدام بعد كده ما تتضايقش من وجودي. وبعدين بقى كبري دماغك إلا في الأمور دي. وإنت عارف ده كويس يا أدهم بيه. سلام. طب استني استني خدي مفتاح العربية عشان تروحي بيها. ما انا قلت لك اجي بعربيتي انت اللي اصريت. هو في فرق بيننا ولا ايه؟ اشكري المدام على العشاء. هو انت كلتي حاجه خالص؟
انت شايف انه طبيعي انها تاخد عربيتك وتروح بيها؟ يعني انت شايف انه طبيعي ان انا اسيبها تروح في ميعاد زي ده لوحدها؟ مش طبيعي برضو ان انا اخرج اوصلها ولا ايه؟ طبعا مش هتقدر تصحى بكره في ميعادك. بالعكس، ده انا هصحى ساعه بدري. طيب تصبح على خير. بعد اللي حصل ده الواحد لازم يجيله رعب الدنيا كلها. فين عز؟ بتسألين انا؟ امال اسأل مين؟ هو مش شريكك هنا في اللطاندة دي؟ عز مرجعش. مرجعش؟ انت متأكد يا ولا نينجا؟ الا متأكد طبعا. يز المصيبة، ليكون الرجل كان بيزحلقني، بس هيعمل كده ليه؟ وهيستفيد ايه من عز؟ صباح الخير. اي خدمة؟ بخصوص اليافطة اللي معلقينها بار. ليكي خبرة في البيع قبل كده؟ يوه طبعا، واخلي الزبون يطلع القرش من جيبه وهو مبسوط اخر انبساط. مش فاهم يعني ايه؟ يعني قصدي يا بيه ان انا ممكن اخليه يحس ان المحل ده كله بتاعه، ابيعلك المحل ده في 5 دقايق. ولما انت شاطرة قوي كده، اللي كنت بتشتغلي عندهم قبل كده سابوكي ليه؟ لا انا محدش سابني، انا بشتغل لحساب نفسي يا بيه، بس هي بقى الظروف اللي ملطشه معايا. ها قلت ايه؟ ليه عندك باب رزق ولا ماليش؟ ممكن تستلم الشغل من دلوقتي، المهم يكون معاكي بطاقه. لا مؤاخذه في السؤال ده، يعني هو حضرتك صاحب المحل؟ ايوه. يبقى ماليش عيش عندك. ايه انت ما معكيش بطاقه؟ واللي زي يا بيه هتطلع بطاقه ليه بس؟ تطلع بطاقه ليه؟ جايه في الألفية الثالثة وتقولي هتطلعي بطاقة ليه؟ وماشية من غير بطاقة. والبطاقة بس مالها ومال الألفية الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة حتى يا بيه؟ لا أنا مطلوبة في خدمة عسكرية ولا عندي مؤهل. لا بس يا بيه ما تاخدش بالك من الكلمة دي بالذات، أنا بكتب وبقرا لبلب، أصل أنا خريجة. لا مش خريجة قوي يعني، الكتب خيبة. أنا أصلي خرجت من دبلوم تجارة سنة ثالثة علشان ظروفي اللي أساسا ما تهمش حضرتك إنك تعرفها. يبقى بقى لا مؤاخذة البطاقة هتفرق معايا في إيه؟ لازماني في إيه يا بيه؟ آسف ما بشغلش عندي حد من غير بطاقة. تشكر. وعلى فكرة مش هتلاقي حد يرضى يشغلك ما دام معكيش بطاقة. يو وهتقفلها ليه في وشي بس يا سعادة البيه وأنا ناقصة؟ أنا بوفر بس عليك التعب. تشكر. سلام. استني. كون واحدة في سنك وحلوة زي كده وبتدور على شغل ورزق حلال، فأنا هساعدك بجد. دلوقتي بقى أنت موافق تشغلني من غير بطاقة؟ لا
من غير بطاقة ازاي؟ مؤقتا لحد ما ساعدك تطلعيها في ظرف كام يوم. يعني دي سهلة يا سعادة البيه؟ ما تنعيش هم حاجة، المهم يكون معاكي شهادة ميلاد. يوه طبعا معايا، وانا لقيتها ولا لقيتها معايا. كويس قوي، دلوقتي بقى تقدري تستلمي الشغل. متشكرة متشكرة قوي يا سعادة البيه، بس ليه طلب عند حضرتك. أيوة. خلي حد بس يوريني المقاسات والحاجة، وبكرة تشوفوا أمونة هتعمل لكم ايه. مش هتنازل عن بطولة الجمهورية السنة دي، عشان بعد كده هدخل بطولة افريقيا ومنها على اولمبياد. انا بقالي 3 سنين بسمع الكلام ده. ايه رايك بقى السنة دي تغير شوية؟ انا برأيي انك انت تركز شوية في الدراسة بتاعتك عشان تاخد البكالوريوس وتيجي تشتغل معايا. اشتغل مع حضرتك؟ ازاي يا بابا؟ هبقى انا ونادر مع حضرتك؟ وليه لا؟ الحمد لله. ربنا مبارك. الشغل كتير وكل حاجة تمام. وبعدين انتوا اصحاب المال، لما تيجوا تشتغلوا معايا الناس هتحس باهميتكم اكتر من الاغراض. في دي بقى عندك حق يا ادهم، مفيش حد ممكن ينفعك في العلاقات العامه غيرني بيه. جامعه امريكيه بقى، لغات، كمبيوتر. يلا هي بس تشد حيلها وتاخد الشهاده ومكانها محفوظ عندك. انا سمعت خبر كده ان انت مسافر لندن الاسبوع اللي جاي. الله الله الله، مفيش حاجه تستخبى في البيت ده؟ يا ماما قالت لك ولا ايه؟ هي اصل نيفين كانت نفسها تتفرج على مسرحيه روميو وجولييت على المسرح البريطاني، هي بتدرسها وفرصه اليومين دول بتتعرض هناك. طبعا انا ممكن اعزم نفسي الاسبوع اللي جاي معاك. ما افتكرش يا نيفين، لان هيبقى عندي شغل كتير قوي. طب ما مامي هتبقى معانا. ولا مامي كمان هتبقى معانا، دي عندها شغل الاسبوع الجاي كله. بالعكس انا ما ورايش اي حاجه، انا فاضيه جدا. فاضيه ازاي؟ عندك الجمعيه اللي انت بتشتريها، جمعيه مكافحه الادمان، الجمعيه اللي انت طول عمرك عايزه تعمليها عشان تساعد الشباب على ان هو كافح الادمان. ايوه بس اشهار الجمعيه تم. ما انت بقى لو كنت اديتيني فرصه نتعشى مع بعض امبارح وتسمعي اللي هقوله لك كنت عرفتي ان اشهار الجمعيه تم والمحامي هيجي لك عشان يكمل كل الاجراءات. طب راس مال الجمعيه؟ راس مال الجمعيه لازم يبقى كبير. جمعيه خيريه زي دي راس مالها مش لازم يقل عن 2 مليون جنيه. طبعا على الاقل. بس ما تقلقيش، انا عملت حسابي خلاص، حطيت 2 مليون جنيه في حساب الجمعيه. الجمعيه اللي انا بتمنى بقى ان حضرتك تساعديني ابقى عضو مجلس اداره فيها. انا متشكره متشكره قوي يا ادهم. ايه يا نادر؟ ما بتتكلمش ليه؟ ابدا يا بابا، اصل عندي مواعيد كتير النهارده وبفكر في الشغل كتير اللي ورايا. مفيش حاجه اسمها كتير، انت ممكن تقابل 100 واحد في نفس الوقت. المهم انك انت ترتب امورك حسب مصالحك وحسب شغلك، وما تديش اي حد اكتر من وقته. ايه الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ لا بجد بجد هياكل من حضرتك حته. لا حته مين؟ قولي اتنين تلاته. بطلي يا ونطه، خلاص انا هاخده. الف الف مبروك يا هان. بس كنت عايزه اسالك، صحيح هو السعر مش مكتوب عليه ليه؟ لا سعر ايه بقى يا هان؟ اعتبري تمن ووصل. الف مبروك عليكي. الله، هو انت صاحبه المحل؟ لا ده حضرتك اللي صاحبه المحل، حضرتك اشيك زبونه شفناها في المحل عندنا. بجد بجد صدقيني والله العظيم ان حضرتك اشيك واحده شفتها من ساعه ما جيت اشتغلت هنا. على فكره انت حكايه. الله يخليكي. طب اقول لك ايه بقى؟ اي انت بتشتغلي هنا من امتى؟ من ساعه يا هان. من ساعه؟ ده انت زي الفل، انت حكايه. الله يخليك. انت شطوره. الله يخليكي. اقول مبروك يا هان؟ خلاص وانا هقدر اكسفك. قولي مبروك يا ستي. الف مبروك. معلش بقى، دي حاجة زغنطوطة قوي، يا ريت ما تزعلنيش وتقبليها. لا أنا متشكرة قوي، أنا ما باخدش بقشيش. لا لما يجي حد يديكي حاجة اوعي تقولي لا عشان ما تزعلنيهوش، أنت حبيبة قلبي في محل. اتفضلي. متشكرة. والكارت ده عشان تكلميني. أنا؟ يا حبيبي أنت. أنا عاوزاكي ضروري على فكرة.
عايزاني انا؟ ايوه. اه حضرتك عايزاني في ايه بالظبط؟ كلميني وانت هتعرفي. اروح اغير بقى وانا هعرف. ما انا عرفت خلاص. البدايه اللهم اجعله خير يا رب. عظيم جدا كده، كل حاجة جاهزة ممكن نبتدي على طول. بصراحة أنا مش عارف موقف البنك من الملف ده إيه. موقف البنك واضح، أنا مش قادر أفهم معنى سؤالك. بصراحة يا بابا أنا معترض على موضوع الكارت. طب برضه مش قادر أفهم معنى اعتراضك إيه يعني؟ أنت فاهم حاربني القرية السياحية دي إزاي؟ أنا اعتراضي واضح وصريح. طب ممكن توضح لي أنا؟ حضرتك شوف كارد قد ده هيطلع علينا فوايد قد إيه؟ إحنا المشروع لسه قدامه سنتين تلاتة عقبال ما نبدأ فيه. وسنه كمان تشغيل، يعني 3 4 سنين على الاقل عقبال المشروع ما يشتغل. شوف مبلغ زي ده هيطلع فوائد قد ايه علينا. ما تقلقش كل حاجه جاهزه وكل حاجه معمول حسابها. احنا ممكن نبتدي التنفيذ من بكره. طب انا مش فاهم، احنا ما دخلناش البنك من الاول شريك معانا ليه؟ احنا بتمن الارض وهو براس المال. اه هو تمن الارض كام يا باشمهندس؟ الارض اتمنت ب 10 مليون، كنا خدنا قرض ب 15 مليون والبنك كمل معانا على اعتباره شريك. وانت صدقت ان تمن الارض 10 مليون؟ والله الورق اللي معانا بيقول كده، والخبير المتمن اللي بعته البنك برضه بيقول كده. الورق بيقول حاجه والواقع بيقول حاجه تانية. يعني ايه؟ يعني الارض دي لما انا اشتريتها كان بمليون جنيه، ده اياميها، الكلام ده من 12 سنه. وازاي الخبير اللي البنك بعته قال كده؟ ما هي مش كل حاجه بتتقال، المفروض انك انت تفهمها وهي طايره، وخصوصا بقى ان الحيطان دلوقتي ما بقاش بس ليها ودان، ده بقى ليها ودان ورجلين وايدين. ايا كانت الاساليب يا بابا، انا برضه هفضل معترض. بص بقى، انا اصلي ما عنديش اي وقت للاعتراض بتاعك، ومش عايز افكر في الكلام ده كمان، لغايه لما ارجع من سفريه لندن. ايه الكلام ده؟ يعني موضوع لندن ده اهم من موضوع القرض. بص بقى، اذا كانت مساله اولويات يبقى ايوه اهم. ازاي؟ بص يا باشمهندس، انا كل يهمني الخبره. انت راجل باشمهندس كبير وبتفهم في شغلك، وهو ده اللي يهمني. انا اسف يا بابا، اوعدك اني مش هتدخل في الموضوع ده تاني، خصوصا موضوع لندن. اطمن يا باشمهندس، بالنسبه لشغلك ومشروع القريه مضمون ومكسبه 100%. مكسب ايه بس يا بابا اللي بتتكلم عنه ده؟ بقول لك الفوائد اللي البنك هياخدها على القرض فوائد كتيره جدا. ايوه الكلام ده لو سحبنا كل المبلغ ودخلناه في المشروع. امال هنسحب الفلوس دي ونحطها فين؟ هنسحب منها جزء صغير، نقول مثلا 5 مليون. يا سلام، وال 45 مليون التانيين نحطهم في بنك تاني وناخد فوائدهم لينا. وليه ده كله يا بابا؟ ما كنا خدنا من الاول المبلغ اللي يكفينا. ونفضل كل شويه نقدم على قرض ولا تبقى فلوسنا في حسابنا وتحت ايدينا؟ بص يا باشمهندس، لما تقدم على قرض ال 50 مليون مش زي ما كل شويه تطلب 5 في 10، لازم تبقى كبير عشان تفضل دايما كبير. المهم قول لي، انت رايح الغردقه امتى بقى؟ اخر الاسبوع ان شاء الله. كويس قوي. حددت الشركه اللي هتعمل الشغل؟ ايوه. وحددتها بناء على ايه؟ مدير الشركه قدم لي عرض وعجبني. وعجبك بناء على ايه يعني؟ الاسعار كويسه ولقيتها معقوله جدا. كويس قوي. ولقيتها معقوله بالنسبه ليه؟ بالنسبه لاسعار السوق. وانت عملت مقارنه مع بقيه الشركات التانيه؟ الحقيقه لا. يبقى تتصل بالشركات المقاولات الكبيرة وتطلب منهم يقدموا لك أحسن العروض اللي عندهم. ما أنت يا باشمهندس لازم تخلق منافسة في السوق، لازم تتصل بكل الشركات الكبيرة دي وتطلب منهم العروض اللي عندهم، وطبعا تتصل بيهم في نفس الوقت من غير ما في أي شركة تانية تعرف إنك أنت بتتصل بالشركة الأولانية. وأنا بقترح عليك كمان إنك أنت يبقى معاك مجموعة من المهندسين يشتغلوا معاك من الأول. أنا رشحت لك 3، بعت لك أساميهم هتلاقيهم في مكتبك دلوقتي. طبعًا أنت عرفت طريقة شغلي دلوقتي. يعني مفيش حد من المهندسين دول يعرف أي حاجة عن الأرقام أو الحسابات بتاعتها. أكيد يا بابا طبعًا. في موضوع تاني عايز أتكلم معاك فيه. اتفضل. النهاردة الصبح وأنا بتكلم مع والدتك على الفطار، حسيت إنك أنت معترض على كلامي. ممكن أعرف ليه؟ أعتقد حضرتك ما بتحبش تناقش مواضيع البيت في الشغل. ما هو ده في صميم الشغل. وفي صميم اختصاصك. مشروع زي ده انت عارف هيكلفني كتير. انا عملته لان والدتك عايزه تعمل مشروع خيري،
هي في الحقيقة اقترحت عليا الفكرة، أنا درستها ولقيتها فكرة عظيمة. وأنا مطلوب مني إيه في حاجة زي دي؟ والدتك في البداية مش هتعرف تتعامل مع الناس، بس أنت عارف إقامة مشروع زي ده حكاية مش سهلة. وسائل الإعلام كلها لازم تتكلم عليه، الناس كلها لازم تعرف قيمته. عشان كده وجودك جنب والدتك في الأول شيء مهم. طبعا عشان اسمي نادر أدهم الغازي. أنت عارف أكتر حاجة بتعجبني فيك إيه؟ إنك طالع لي، والأهم بقى إنك فاهمني. اتفضل يا سعادة البيت. إيه دول؟ دول 5 جنيه الزبونة اللي كانت هنا ادتهم لي، وادتني كمان الكارت بتاعها عشان عايزين. وماله؟ طب ما تتصلي بيها. اتصل بيها ليه يا سعادة البيت؟ أعرفها منين؟ وبعدين هانم زايد يعني هتكون عايزه مني ايه؟ وبعدين مش حضرتك صاحب المحل؟ يعني لازم اي حاجه هنا في المحل ابلغها لحضرتك. لا لا يا بيه، لا ما تبصليش كده. بص يا بيه، انا مش بقول كده علشان الحركات اياها دي عشان تقول عليا امينه وكويسه وبتاع، لا انا مش فاهمه الحركات ديت اساسا. انا ده طبعي. من امنك لم تخونه. متشكر قوي يا منى اللي عملتيه. لا شكر على واجب يا سعاده البيه. الخمسة جنيه دي من حقك انت، وخدي كمان مني الخمسة جنيه ديت، وفي وقت الغدا تبي روحي تصوري. الف شكر. تشكر يا بيه. اتصور ليه يا سعاده البيه؟ يوه يقطعك يا امونه. ايوه عشان شهاده الميلاد والبطاقه. حاضر من عينيا. تشكر. بس شويه في مين؟ يعني ايه؟ اوعى اكون سرحان في حد غيرك بصراحه. ايوه. وبتقولها؟ انا اتعودت ما اخبيش عليكي حاجه يا حاج. حتى ولو كانت تجرحني. انت فهمتي الموضوع غلط يا رحاب. خلاص فهمني انت الصح. مفيش، كنت سرحان بس شويه في الشغل. ياه للدرجه دي؟ وقت ده اكيد بقى شغل كبير قوي. فعلا. طب احكيلي. لما تلاقي نفسك فجأة مسؤولة عن مشروع كبير قوي معمول له ميزانية تقريبا 50 مليون جنيه، وفجأة برضو تلاقي الفلوس دي مرة واحدة تحت ايدك، وبعد كده تحس انك مش فاهمة حاجة. مستغربة ليه؟ مستغربة عشان بقولك اني مش فاهم حاجة، صح؟ صدقيني كمان يا رحاب لو قلتلك ان انا لما ابتديت افهم ابتديت اخاف. تبصيلي كده ليه؟ انت قلت ميزانية المشروع كام؟ حاب. من فضلك يا نادر تقولي الكلام اللي انت قلته ده تاني عشان افهم. 50 مليون يا ستي. نعم؟ عايز تفهمني انك مسؤول عن 50 مليون جنيه وقاعد زعلان؟ طبعا دي مسؤوليه كبيره جدا. قصدك مسؤوليه جميله. بالعكس دي مسؤوليه ما تجيبش غير حرق الاعصاب. انا بقى شايفه ان اللي معاه 50 جنيه هو اللي اعصابه تتحرق وتتلف كمان، مش اللي معاه 50 مليون. واذا قلت لك اني شايف العكس؟ شوف زي ما انت عاوز تشوف، انا بقى مش هغير رايي. صدقيني يا رحاب اللي معاه 50 جنيه ده تقريبا مش مسؤول عن حاجه خالص، مسؤول عن نفسه بس. لكن شوفي بقى اللي معاه 50 مليون جنيه مسؤول عن ايه ولا ايه؟ ما تحاولش تقنعني باي موضوع لاني مش هقتنع. هي الدنيا كده. بعدين يا جليل هنسكت على الواد عز اللي مرجعش من الليله الغبره ياه؟ وعايز نعمل لك ايه يا جابر؟ عايزك تفكري معاي ليكون عملوا فيه حاجه. لو بتفكر بالشكل ده يبقى ما تونش دقيقه واحده وتروح تبلغ عن كل حاجه. هستنى بس اما اتاكد. هتتاكد من ايه يا راجل؟ مش بتقول انه ما ظهرش ومحدش من الولاد بتوعنا قال انه شافه؟ برضو نستنى شويه. يا راجل هتستنى ايه اذا كان خدوا فلوسهم وشنطتهم كمان؟ مش عرفك ان الشنطه رجعت لهم. قصدك ايه؟ مش عرفنا ان البنت اللي اسمها امونه دي رجعت لهم الشنطه. تفتكر يعني تكون خدتها؟ ليه لا؟
اكيد بعد ما قرت الاوراق اللي فيها وعرفت قيمتها اكيد خبيت علشان تسومه. لما امونا رجعت اوضتها والعيال شافوها وهي خارجه منها النهارده الصبح ولسه ما رجعتش. حكايه بانها كبيره قوي واحنا مش عارفين. عارف يا نادر، لو شغلتني معاك في المشروع اللي انت بتعمله ده هساعدك كتير قوي. تفهم ايه بس في شغلنا الحاجه؟ يا سيدي علمني، المهم ابقى جنبك. ايه كلامي غريب؟ بصراحه ايوه. هو يعني لما اطلب منك ان اشتغل معاك عشان ابقى معاك طول الوقت ابقى بتكلم كلام غريب؟ ارحاب، انا مش قصدي. انا بقى قصدي. يعني ايه؟ مش فاهم. يا نادر انا تعبانه في شغل السكرتاريه اللي في الشركات اللي بره وانت مش حاسس بيا. استنيت انها تيجي منك، لقيتك ما بتقولش حاجه وده اللي خلاني اتكلمت. يا ارحاب، انا عمري ما فكرت في اللي انت بتقوليه ده كله. انا اساسا بفكر ان اسيب الشغل مع بابا. نعم، تسيب الشغل مع بابا؟ انت عيان يا نادر؟ انا بتكلم بجد وجد جدا كمان. انا فعلا بفكر ادور على شغل في شركه تانية. حبيبي اوعى تكون وقفت في الشمس كتير النهارده قبل ما اجي لك. رحاب، انت المفروض تحترمي رايي. طبعا بحترمه. يبقى كده انت بتهزر. يبقى انا اسف، انا مضطر اقول لك ان الموضوع ده يخصني انا لوحدي. ليه؟ هو اللي يخصك مش يخصني ولا ايه نادر؟ في المسائل الشخصيه اللي بينا ايوه، لكن في مستقبلي لا. ليه؟ واحنا مش مستقبلنا سوا ولا ايه؟ رحاب، الاحسن ان احنا ناجل كلام في الموضوع ده. لحد امتى؟ لحد ما الاقي نفسي واوصل لقرار. في يا نور، الماتش بيبقى بتاعك وبتسرح وبتخسر. انا اسف يا كابتن، سوري، معلش. اودي وشي من الناس فين دلوقتي؟ كاسفنا حتى في التمرين يا ستي. ايوه كاسفك، عندك اعتراض؟ انا ما عنديش اعتراض، بس بابي بيقول في الفتره الاخيره ان انت بتتغلب شويتين. بابي؟ اه. طب بقول لك ايه، انا هريحك وهريح بابي وهعتزل. يا ابني هو انت كنت لسه عملت حاجه عشان تعتزل؟ انت جايه هنا عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ لا، انا جايه اقول لك ان مامي بتتصل بيك وانت ما بتردش. طيب ما هي عارفه ان انا في تمرين. قالت لي طالما انت في النادي فوتي عليه وتعالي فورا. في حاجه ولا ايه دي؟ هي عايزانا في اجتماع ثلاثي عاجل. مع ثلاثي عاجل؟ طب اقول لك ايه، اديني موبايلك نشوف فيه ايه. ليه؟ هو انت وراك معاد ولا ايه؟ ايوه ورايا معاد. لا، اجل معاد. اجل معاد ما ينفعش، ده بعد نص ساعه مامي هتزعل. طب بقول لك ايه، روح انت وانا هحصلك. لا يا حبيبي، ما عدتش باخد من الكلام ده، رجلي على رجلك. نيفين، بقول لك عندي معاد مهم. انا هتصل بنوها واجل المعاد بنفسي. نوها؟ وانت شعرفك ان معادي مع نوها؟ يا ابني النادي كله يعرف موضوع نوها، مش عايز اختك تعرف. طب حس كده بقى، كلميها انت واعتذري لها بالنيابه عني، لان شكلي كده مش هعرف ازوغ منك. طب روح انت غير هدومك قبل ما نطلبها في التليفون. حاضر. الو. متهيألي السيستم ده نقدر نسميه فيه. هتبقى مكشوفه جدا لو خدنا اسم وحطينا منه اول حرف، اي حد معدي في الشارع هيعرف احنا بنتكلم في ايه. ادينا بنفكر. طب انا عندي فكرة احلى. مثلا ده الاسم، ناخد منه الحرف اللي في النص والحرف الاخراني، ايه رأيك؟ فكرة كويسة برضو، لان الحرفين ورا بعض مش هيدوا اي معنى. بس انا عندي فكره تانية. ايه؟ نقلب اللي انت قلتيه. ازاي يعني؟ ناخد الحرف الاخير من الكلمه نحطه في الاول، وناخد الحرف اللي في النص نحطه في الاخر. فكره برضو كويسه، مش كده؟ خلاص، خلي ده السيستم بتاعنا بقى. كل الجداول اللي احنا بنعملها تبقى بالشكل ده. احنا ممكن نعمل جمل كبيره قوي بالشكل ده. ايه بتضحكي على ايه؟ الموضوع ده فكرني بحاجه قديمه. زمان لما كنت احب اتكلم مع حد مع اصحابي ومحدش يفهمنا، يعني كنت بعمل كده. اعملي كده.
تعملي كده ازاي يعني؟ مثلا عايزه اقول لها عندي ميعاد بكره، كنت اقول لها مي قعد. يبقى بقى مع التطور بقى اللي انا عملته يبقى ين داعر. تخيل ين داعر. ممكن حد في الدنيا يفهم اللي احنا بنقوله ده غير انا وانت؟ لا طبعا. خلاص نقدر نبتدي الشغل بقى. لا انا جعانه جدا، اطلب لنا بقى اكل هنا في المكتب. لا 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 لا، احنا هنقعد نشتغل لغايه لما نتعب وبعدين هننزل حو يا ينا. حو يا ينا تبقى ايه دي؟ نتغدى في اي مكان بره. لا 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 ضعيفه جدا في السبيلنج، ننزل نتعشى في اي مكان بره. انا هقعد اعلمك لغايه امتى.